صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مرسوم رقم 111 لسنة 2023 بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. صودق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المعتمد بتاريخ 26 من أكتوبر 2022 والمرافق لهذا المرسوم.